واش توا دام نهار المباراة النهائية كيجي ندور هيك في جمعية النهضة للتنمية والعمل الاجتماعية يجا الصراحة وغدور يجي ندور هذا المستوى يبين التاصل المواهب يبين التاصل الأمور طوي خصها صلحنت وتشكاري التاصل الجمعية خمس مدايقين وتشكاري التاصل الجماهير الصراحة يجي حضور غفير جدا يحظى هذا النهار كي نغدا وعاود يجي تحية تمقرانت الفريق المنافس يجي تحلس الروح الرياضية يجي جوهر كرة القدم تيراخاش في الروح الرياضية اوكي هذا بالون دي ساعه محدا يستخصها وطبيعه الحال تشكاري جسمي على ما كان غيحظى نهار قد التغطيه وينافا ونتمنى ان شاء الله التوفيق لقدم الاستحقاقات والسلام عليكم. اولا السلام عليكم اخص تشكار القناه ديما تي في خططي راه كاين الفينال بالنسبه الفينال تو غيعدو كيج الاجواء الرياضيه اخص تشكار الفريق اكليرا قدس شباب القدس عفوا اخ الفوزي كي وبارك غي المهم جميع الفروق وما راني تشاهد القناه تي في قاسم رمضان مبارك نتمنى ان شاء الله خا نقبر ربي العباده اللي نقدم ذي شهر ان شاء الله باش نسلم عيد الفطر قطع الابواب ونتمنى ان شاء الله القاسم المناسبه يا عيدكم مبارك وبالمناسبه خص غنشكر اللجنه المنظمه الدوليه تواجد تنظيم صراحه ديال المستوى ونتمنى ان شاء الله يمارد يكون عاون ان شاء الله دايرين نفس الدور ان شاء الله وشكرا ديتنا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الموقع ديما تي في اللي تقن تغطيه المباريات الدوليه مارميني توقعين ديال مدينه وعاروية يعني ما مشت ورام الدوليه ينظمون دي ميني فوت نيغان الكره المصغره دي الملعب البلدي ديال تاكو عاروية يعني سجن الاجواء تصبحانت نظميت المناسبه تشكر الاخ رشيد مورينو ينظم الدوريه مناصفه ناك الاخ ابراهيم اليعوتي جن الدوري يعني هذه اجواء وروح رياضيه عاليه تشكر الجمعيه نسج جمعيه النهضه للتنميه عوض اخ يعني اخ التظاهريه الرياضيه يعني هذا التصبحات وتمدين توعالو تغت متعودة سوى التاسخ شنو الدورية شنو هنا واني راشد دوري الملعب مقران عوضة غرب العالمين سدورية يعني الإخوان راشد إبراهيم سدورية من يفوت مش توارم المباراة النهائية هذه أجواء حماسية روح رياضية عالية نتمنى التوفيق الفريق نيك نيرار ضد خصنا على الماتش النهائي بكل روح رياضية وستوفيق إمارة ويشاكن ديال الدورية ونشكرك نيو مرة ثانية هذا ما شاء الله هذا ما تيقصح شوي اخوت والله في نار مع الضغوطات ديال الجمهور مع غويان لعاب يودان الجديد المهم هضر بالعربية اش غنقول لك هادشي صعيب شوية يعني أي واحد يدخل هنا في الميدان ويكون ليك تضد داكشي كامل صعيب إوا درنا المجهود ولعبوا هما كنشكرهم من المنبر هاد اللعبة ديالي ولعبة ضد ديالي عطاهم تحياتي لهم روح رياضية هذه درناها ايوا الفوز ديالهم واخا كنتو حسبوها حتى حنا تأهلنا الحمد لله اولا كنشكر ديما تي في على التغطية ديالها للدوري ديال رمضان المبارك اولا كنشكر الجمهور اللي حضر معنا هنا رغم الخسارة ديالنا ولكن ما كانش متوفقين في الماتش هذا راجع ل شنو نقول لك بعض الدراري كانوا ما كانوش مزيانين يعني من حيث الإصابة ومن حيث الدراري كانوا كما نقولوا الزهر والو فهمتي ولكن الحمد لله اهم حاجه اننا خرجنا سالمين من الماتش هذه هي اهم حاجه وكتبقى الروح الرياضيه كنشكروا الدراري المنافس على الروح الرياضيه ديالهم وبالتوفيق للدراري كاملين في المسيره ديالهم ان شاء الله صافي شكرا ديما تي في كنشكروا القناه ديما تي في على التواجد ديالها في هذه القاعه المغطاه والمواكبه ديالها لجميع الانشطه اللي كتدار في مدينه العروي اليوم كانت نهاية الدوري الدوري لكرة القدم المصغرة المنظم من طرف جمعية النهضة للتنمية العمران العروي كتشوفوا كانت احتفالية وكان وجود ديال جماهير غفيرة يعني واحد الجو حقيقة في هذه الأيام الرمضانية ثلاث شهر رمضان كانت الجماهير كتحج وكتتابع الدوري اللي صراحة كان في المستوى وبسمع على واحد النجاح
البارح كذلك كان عندنا نهاية ديال الدوري الرمضاني اللي كان بدات مراسم ديالو في سميتو في جماعة بني وكيل والنهاية تلعبت في العروين. إذا كتشوفوا أن جماعة العروين في هذا الأسبوع هذا يعني شهد أنشطة عديدة ديال سيرتو ديال كرة القدم سواء المصغرة ولا الملعب الكبير. يعني كنتمنوا هالتظاهرات يستمروا وحنا كجماعة ما علينا إلا ندعموا هاد الفئات الشابة وهاد الجمعيات اللي كتقوم بهاد المبادرات ديال الدوريات اللي كتكون فيها تنافسية شريفة ومن خلالها كيكتشفوا الفرق الممثلة للمدينة مواهب اللي غادي يقدروا يعتمدوا عليها في المستقبل باش تمثل المدينة أحسن تمثيل. ختاما حاليا كتشوفوا بأن معنا وفد من إقليم الناظور وممثلين ديال جماعة العروين سي بن عبد الله المنصوري وكذلك سي ميلود عزوز نائب رئيس المجلس الإقليمي سي الهناتي كذلك مدير العام المصالح بالمجلس الإقليمي. إذن هذا الدوري عطى إشعاع إقليمي في الحقيقة ماشي يعني غير على المستوى المدينة ديال العروين إشعاع على المستوى الإقليمي. كنتمنى قلت ختاما أن هذه التظاهرات يتكرروا مرارا وتكرارا. وفي الختام كنشكركم وكنشكر الجمعية المنظمة لهذا الدوري وكنشكر الجمهور الكريم وجميع الناس اللي كيساهموا في التنمية وفي الرياضة داخل جماعة العروين وشكرا لكم ديما تيم. أنا راجل إجن جو مؤتبر لزي حنجارن إجن بطولة وقعدين رمضان نعم إجن جو الصباح غا من المساجين ونش غينيه ركضوا أحسن أن يجي المدرسة بعروين مدرسة حنجاني مزيانة كرة القدم إن عروين ليس رثان فراقين مع الأسف ما راح نجيتي عندي الأمل مزيانة في برا إذن نشجع إحنا جاي مزاج مدرسة في الصغرى متواجدين الوقت تواجدين الوقت والفي الصغرى غنغ بزاف ونتمنى لصحاب عاروية أن بد مرة إن شاء الله مغتكم بالبطولة يا باش نمر مرة أن نقدر أن نقمينا ثمسة سلطان مدرسة إحنا جاني مزيانة باش نشجع في الصغرى لأن ما راح نقول في الصغرى وغنغولو إن شاء الله مليح نصعدو جنا رمضان الجو رياضي الصباح ويصعدو مليح والحمد لله كل شيء فوق بخير وعلى خير رزقوتي تقول إن شاء الله هذه إن شاء الله أفضل وشكرا.